مشاهدينا الكرام، على الموقع الرسمي لراديو مارس مرحبا بكم معنا في عدد جديد من نشرة أخبار الأندية، والبداية بالعناوين. راديو مارس، لا راديو دو سبور و دو لا ميوزيك. الحكم بوالحواجب يقود لقاء النهائي كأس العرش. في تصريح للمدرب عبد الرحيم طليب، النهضة البركانية مستعدة للنهائي. قطار خاص ينقل الجماهير البركانية إلى الرباط. الوداد الفاسي يقيل المدرب عمر حاسي. عينت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحكم رشيد بوالحواجب لقيادة المباراة ديال نهائي كأس العرش بين الفتح الرباطي ونهضة بركان، واللي غتجمعهم يوم غد بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وجا الاختيار ديال رشيد بوالحواجب بعد المستوى الجيد اللي قدموه في البطولة ولا كأس العرش هذا الموسم، وغادي يساعدوا في هذا المباراة كل من يوسف مبروك وعبد العالي أمسيف كحكم شرط وعبد العالي زادني كحكم رابع. أكد المدرب عبد الرحيم طالب مدرب فريق نهضة البركانية أن الفريق ديالو مستعد للمباراة النهائية اللي غتجمعو بفريق الفتح الرباطي بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، رغم الغيابات اللي كيعاني منها الفريق بحال اللاعب عثمان بناي اللي تأكد الغياب ديالو رسميا على هذا المباراة. وأضاف طالب بأن المعسكر واللي خدا الفريق بالمحمدية كان إيجابي حيث بعد اللاعبين على الضغط النفسي في تصريح لراديو مارس. فالفريق غادي في الطريق الصحيح، يعني لا ريكوبيراسيون ديال بليسي ما كايناش، لان سي بناي عنده فراكسيون ديال الماسور الانفيريور كنفهمو باصلا هو مازال في المتحه. اللاعب تاع طول كيبيرو بعد ما هضر في حوسات لقينا بان بعد واحد الفلو ديالو بعد واحد تدخل خشين احد اللاعبين ديال الرياضي في الصار ديالو، مازال ما عندناش قرار نهائي، ولكن جميع اللاعبين الحمد لله رجعت لهم الطاوله البدنيه. قمنا بحصص تدريبيه خلال اسبوع، الهدف ديالها هو ارجاع للطاوله البدنيه، احياء يعني النمو المسكولات تاع اللاعبين، عاود دخلنا في المسائل التقنيه التكتيكيه. نفسانيا الحمد لله مرتاحين، بعدنا على جميع الضغوطات الخارجيه. على واحد يدور السيد الرئيس تاع بوسكون بالمناسبه اللي كل يوم كيجي يحضر معنا باش يرفع معنويه اللاعبين. اللاعبين الحمد لله كل شيء جاهز نفسانيا ولا بدنيا باش نشاركوا ان شاء الله في هذا اللقاء ديال النهائي اللي هو حلم جميع الدكان. سيتم تخصيص قطار خاص لفريق او لجماهير فريق النهضه البركانيه باش تحضر الماتش ديال النهائي اللي غيجمع الفريق ديالها بالفتح الرباطي يوم غد بمركب الامير مولاي عبد الله. وتم تحديد سعر هذه الرحله 200 درهم ذهابا وايابا بين مدينتي وجده والرباط، بالاضافه الى تذكره الملعب، وغتكون العوده او ستكون الانطلاقه يوم الاثنين ليلا. في أخبار أندية القسم الوطني الثاني، أقال فريق الوداد الفاسي مدربه عمر حاسي بعد النتائج السلبية اللي حققها الفريق في تسعة الدورات الأولى، بعد ما كان كراهل الفريق على العودة سريعا إلى القسم الوطني الأول، وأن المسؤول النادي ارتباطهم بطريقة ودية مع المدرب حاسي حيث غيتم تعويضه خلال اليومين القادمين، وكيجري التفاوض مع عدد من المدربين كيتقدمهم نور الدين حراف اللي كان تشرف على الطاقم الفني للفريق خلال الأول مواسمه في الدوري الاحترافي قبل 5 سنوات. وصلنا لنهاية عدد اليوم من برنامجكم نشرة الأندية، موعدنا غيتجدد يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء.